أردوغان في مواجهة كليتشدار أوغلو، هكذا تصور المنافسة في الانتخابات التركية، إذ يعتقد كثيرون أن من فاز بالرئاسة آلت إليه مقاليد الحكم كله، وهو تصور خاطئ بالنظر للأهمية الكبيرة التي تكتسيها الانتخابات البرلمانية أيضاً. ما لم يتحصل على أغلبية برلمانية مريحة سيكون الرئيس المنتخب في مأزق، وقد يتعرقل عمله بل وقد يصبح منصبه بلا معنى في بعض القرارات التي لن تمرر دون موافقة البرلمان. فرفض المراسم الرئاسية صادرة عن الرئيس من الصلاحيات التي يمتلكها كذلك هذا البرلمان، كما يتمتع بصلاحيات كبيرة في ملفات حساسة تتطلب أغلبية الثلثين. فمثلا لا يمكن للرئيس إجراء تعديلات دستورية في البلاد دون حصوله على موافقة أغلبية ثلثي البرلمان، أي 400 عضو، وهو ما لم يحققه التحالف الجمهوري الحاكم عندما حاول تشريع مسألة حماية حق الحجاب والعائلة. أما التعديلات الدستورية للذهاب إلى الاستفتاء فتحتاج لموافقة 360 نائبا، وهو أيضا ما لم يكن متوفرا لدى التحالف الحاكم. هناك أيضا قرارات أخرى تحتاج للأغلبية، مثل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وهي تتطلب موافقة 360 عضوا. وفي حال لم يتمكن الرئيس المنتخب من الحصول على الأغلبية البرلمانية المريحة، فقد تكون هذه القرارات عرضة للسقوط في البرلمان. مثال على ذلك أن قرار حالة الطوارئ الذي فرضه أردوغان خلال الزلزال الأخير لم يكن ليمرر لو لم يكن مقررا كذلك في البرلمان. كما أن جميع المذكرات الرئاسية بحاجة إلى موافقة أغلبية الحضور في البرلمان، منها رفع الحصان عن النواب أو مذكرات تمديد مهام القوات المسلحة خارج الحدود، ونقصد تحديدا في ليبيا. وأمام هذا كله فإن الوضع بعد الانتخابات التركية لن يخلو من أحد أربع سيناريوهات. الأول فوز أردوغان بالرئاسة واحتفاظه أو احتفاظ تحالفه بالأغلبية البرلمانية. هنا سيستمر وضع البرلمان كما كان قبل الانتخابات كهيئة تنفيذية قوية. الثاني فوز أردوغان بالرئاسة ولكن مع فقدان أغلبية برلمانية. هنا سيكون أردوغان أمام خطر أن تعرقل المعارضة مراسيمه بعدم الموافقة عليها. السيناريو الثالث أن يفوز مرشح المعارضة بالرئاسة كليتشدار أوغلو، ويجوز أو يحوز التحالف الجمهوري على الأغلبية في البرلمان، وهو ما يتسبب في مشاكل للسلطة التنفيذية. أخيرا أن يفوز مرشح المعارضة بالرئاسة، كذلك يفوز تحالف هذا المرشح بالأغلبية البرلمانية، وإن كان هذا يبدو صعبا جدا، وهو سيناريو ربما يرجح فرضية تحول النظام في تركيا إلى نظام برلماني يمتلك فيه البرلمان صلاحية أوسع، وهو ما تعهد به كليتشدار أوغلو خلال حملته الانتخابية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.